وائل اليوم نسمع الآن صافرات الإنذار في العاصمة كييف، إعلان حالة التأهب الجوي، لربما هناك إنذار من ربما القيام بهجمات صاروخية روسية تستهدف عديد المناطق الأوكرانية. هذه الصافرات دوت اليوم مرتان قبيل انعقاد القمة، والآن أيضا تدوي. إذا كنت أنا نعم أسمعك يا إياد، أسمعك بوضوح. نعم أيضا وائل فيما يتعلق بموضوع عفوا، كان هناك تحذيرات من قبل الجيش الأوكراني عفوا بأن سفنا روسية دخلت رصدت في البحر الأسود وربما تقصف العاصمة أيضا، ربما سفارات الإنذار تأتي في هذا الإطار. نعم وائل، كانت هناك تحذيرات من قبل قيادة عمليات الجنوب صباح اليوم من أن 10 سفن حربية تتمركز في البحر الأسود. هي كانت يوم أمس غادرت إلى أو أبحرت إلى مواقعها أو قواعدها الجوية من أجل التزود ربما بالصواريخ والتحضير لشن هجمات صاروخية جديدة على العديد من المناطق الأوكرانية ومن ضمنها أيضا العاصمة كييف. ناتاليا هامنيوك المتحدث باسم قيادة عمليات الجنوب اليوم كانت قد أكدت أن كييف والعديد من المناطق الأوكرانية قد تتعرض لهجمات صاروخية، وأن هذا التكتيك بما يتعلق بالسفن الحربية الروسية هو تكتيك متبع قبيل القيام بضربات. شكرا لك يا إياد، وأرجو أن تتوخى الحذر الشديد. شكرا لك يا إياد من كييف حيث تدوي صافرات